الحارس السويدي جاكو برينو. هناك بات جول، الهدف الأول لنادي الفتح. فعلا الفتحاويين لعانيتهم لعانيتهم الأهلي البارح والاتحاد اليوم، هذا ما يحكي كل فتحاوي يمضي ولا يبالي. أزرق مدينة الأحساء مالوش كبير حاليا إلا نادي النصر العالمي. الفتح يلقب طبعا في حسابات المسطرة بالهندسة بالرأس، مروان سعدان هو الفنان. شوف الكورة، يا سلام يا سلام يا سلام. منذ أن فاز باللقب بطل العجب